السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. الأسبوع ده هنركز جامد قوي على الزبادي، هنعمل بيه وصفات طبيعية كتيرة جدا على مدار باقي الأسبوع ده بإذن الله. احنا لسه قدامنا 3 أيام أو 4 أيام بالنهاردة بإذن الله، فيعني لسه هنشتغل شوية كتيرة قوي بوصفات الزبادي. قبل كده ركزنا على النشا، وركزنا قبل كده على الرز المطحون، وركزنا على جل الصبار. النهاردة هنركز الفترة دي أكتر على الزبادي شوية. النهاردة هنعمل سكراب تقشير حلو جدا جدا، مش يعني مش للبشرة بس، كوش يعني ممكن تستعمليه في جميع أنحاء جسمك. حلو جدا جدا جدا. كل اللي انا عايزاه معلقه زبادي، معلقه بن، معلقه خل التفاح. الزبادي عارفين ان هو بيرطب وبيفتح كويس جدا جدا جدا. القهوه مقشر حلو قوي قوي قوي، لان هي كمان بتفتح جدا جدا جدا. خل التفاح معروف من الحاجات اللي بتقشر البشره وبتديها قوه وبتشيل كل الشوايب. هحط معلقه زبادي وارجع له. حطيت معلقه الزبادي واحط معلقه واحده قهوه، مش لازم تكون قهوه غامقه، قهوه فاتحه، اي نوع قهوه انت عايزاه. هقلبهم كلهم مع المعلقه كده الاتنين مع بعض الاول كويس جدا، وادمجهم في بعض، وبعدين هحط خل التفاح. اهو ما بياخدوش وقت يعني، تمام. خلاص كده احط خل التفاح، احط منه حوالي نص معلقه. لو انت عامله كميه حطي، بس نصيحه المواصفه دي ما تتعملش وتتحط في التلاجة، لان الزبادي طبعا يعني هو اخره 3 ايام في التلاجة وخلاص، شكرا على كده. طيب الوصفه دي هتتعمل ازاي؟ كل اللي انت هتعمليه هتحطيها على المكان اللي عايزه تقشريه، هتسيبيها لمده ربع ساعه، وبعدين هتدلكيها في المكان كويس، تفركي يعني لحد ما تحسي ان انت يعني غذيتي البشره كلها كويس، وبعدين هتغسلي وشك وتحطي عليه ميه ورد او اي كريم مرطب. الوصفه دي حلوه جدا، تفتيح ترطيب تقشير زي الفل. جربوها واشوفكم على خير. سلام عليكم.